حأرجع معكم بالزمن حوالي 20 سنة لورا، حوالي العام 2000-2005 تقريبا. أيامها كان الوارفرين متربع على عرش المميعات الفموية. اللي بده يعرف قصة الوارفرين كيف بدأت، حكيت عنها بمنشور، حكيت عن مرض البرسيم الحلو، ممكن تلاقوه قصة جميلة وطريفة. حوالي 70 سنة من الأبحاث لحتى وصل الوارفرين للي وصل عليه، ففعلا كان يستحق أن نقول أنه هو الدواء الوحيد والمتوافر وما كان فيه غيره. من الاستطبابات اللي كان الوارفرين هو يعطى فيها لما يكون في عندنا رجفان اذيني مع دون اصابه صماميه مع استطباب للتمييع، كان الكلام بدون مناقشه هذيك الايام انه لازم نعطي الوارفرين لهدول المرضى. هالكلام كان مبني على دراسات، في دراسات سابقه قارنت الوارفرين مع البلاسيبو واثبتت انه الوارفرين بيقلل من نسبه حدوث الجلطات الدماغيه، كان حوالي 5% بذراع البلاسيبو و2.5% بذراع الوارفرين. طيب، نزلت مجموعة أدوية جديدة على السوق، مثبط مميعات فموية جديدة، مثبطات العامل أو مضادات العامل العاشر والعامل الثاني ريفاروكسيبان، الأبيكسيبان، العامل الثاني اللي هي دابيجاتران. بدنا الشركات المصنعة بدها تلاقي بدها تاخذ حصتها من السوق. طيب، هل ما حاحكي عن واحد من هدول الأدوية هلا، حنأجلها للمحاضرة الجاية أو للفيديو الجاي. خلينا نحكي عن دواء إكس، مميع فموي جديد، الشركة المصنعة عم تدعي إنه هو دواء فعال وجيد و و و من هالكلام هذا. بدنا نثبت هالكلام عمليا بدراسة لحتى ناخذ الأبروفل عليه، ناخذ الـ FDA أبروفل. فهل تقبلون او هل احد يقبل فيكم بعام 2000 او 2005 2010 انه نعطي نعمل تجربه او ترايل ار سي تي نقارن فيها الدواء اكس اللي هو المميع الفموي عند مرضى الرجفان الاذيني غير الصمامي مع استطباب التمييع، نقارنه مع البلاسيبو؟ اخلاقيا هذا الكلام غير مقبول ابدا. السبب انه انت عم تعرض المرضى لخطوره الجلطات الدماغيه ذراع البلاسيبو، مع انه بنعرف في دواء فعال وموجود اللي هو الوارفرين واخذ ابروفل الوارفرين، في عليه دراسات من قبل. فاخلاقيا غير مقبول هذا الكلام ابدا ابدا. فالحل هو انه انا اقارن الدواء اكس اقارنه مع الوارفرين. طيب، شو هو السؤال البحثي اللي لازم اطرحه وادرس الدراسة على اساسه؟ هل رح اطرح سؤال، هل الدواء اكس يتفوق على الوارفرين، هو افضل من الوارفرين بتقليل نسبة الجلطات عند مرضى الرجفان الاذيني غير الصمامي؟ هاي الدراسة بنسميها هذا نمط السوبريوريتي ترايل، انه عم نحاول نثبت انه الدواء اكس افضل من الدواء الموجود اللي هو الوارفرين. كيف نحسب حجم العينة؟ حكينا بمحاضرة حجم العينة. أول شغلة بدي أعرف شو هو القوة الإحصائية اللي بدي استخدمها، الباور اللي هي 80% أو 90%، إضافة للأثر المتوقع على الدواء. على فرض أنه الوارفرين كان حيعمل جلطات أو نسبة الجلطات بذراع الوارفرين هي 3%، وأنا عم أفترض أنه نسبة الجلطات بذراع الانترفنشن اللي هو الدواء إكس الدواء الجديد 1%، فالفرق بيناتهم 2%، في معادلة في قانون لإلها. فبحسب على أساسه حجم العينة بيوصل معي مثلا 18000 أو 20000 مريض لازم جمعهم لحتى تكون القوة الإحصائية 80 أو 90%. طيب، شو نتائج هيك دراسة ممكن تطلع معنا؟ ممكن يطلع معنا بنهاية التجربة إنه الدواء إكس أفضل سوبيريور على الدواء الوارفرين بتقليل نسبة الجلطات الدماغية عند مرضى الرجفان الأذيني مع استطباب التمييع، وهذا حيكون يوم السعد على الدواء إكس. حتروح على FDA وحتقول لهم اعطونا الابروفال، وحترجع الاطباء وتقول لهم توقفوا عن استعمال الوارفرين، الوارفرين دواء مزعج، بده معاير الاي ان ار، في تداخلات دوائيه كثيره، في تداخلات غذائيه. فكل الدواء اكس حيكون يعني يوم سعده مثل ما بيقولوا. بس هذا الشيء مو دائما مضمون، لانه ممكن ببساطه الدواء اكس ما يكون افضل من دواء الوارفرين، بس ممكن يكون بنفس فعاليته. فلو انه نتيجة التجربة اللي حاولنا فيها نسبة تفوق الاكس على الوارفرين طلع معنا البي فاليو مانا هام احصائيا، وبالتالي بنقدر بنستنتج من التجربة انه الدواء اكس نون سوبيريور للوارفرين. شو معنات هذا الكلام؟ هل معناته انه الدواء اكس معادل للوارفرين؟ يعني لو بنتيجة التجربة طلع معنا مثلا الوفية او الجلطات بذراع الوارفرين 3% وبذراع الاكس 3% كمان، فالبي فاليو حتكون غير هامه احصائيا للتفوق، لان احنا كنا عم ندرس فرضيه التفوق، وبالتالي بنقول انه نون سوبيريور. بس هل بنقدر ناخذ هي التجربه على الاف دي اي ونقول لكم يا جماعه صحيح هو مانو سوبيريور، بس هو على الاقل معادل له، ليك المورتاليتي او الاوتكم كان 3%. 3%
هذا الحكي مو صحيح والاف دي اي ما حترضى فيه. هيقول لك هاي التجربه اجريت لاثبات تفوق الوار الدواء اكس، وكونكم ما قدرتوا تثبتوا تفوقه فتقرا على انه نون سوبيريور فقط. بدك تثبت انه هذا الدواء معادل له او على الاقل ليس اسوأ من الوارفارين، بمعنى اخر انه معادل او افضل. في نمط ثاني من التجارب اسمه نون انفيريوريتي، نون انفيريوريتي هذا التجربة نمط ثاني مختلف تماما عن السوبريوريتي، ممكن تعملها وتثبت لنا انه الدواء اكس على الاقل مثل الوارفارين او افضل منه. فموضوعنا بالمحاضرة القادمة حيكون او بالفيديو القادم انه نشرح شو معنات النون انفيريوريتي ترايل وكيف تصميمها وشو هي تفاصيلها. اتمنى ان يكون عم محيط بالموضوع بشكل مبسط، الموضوع جدا معقد حقيقة وشائك ومو سهل انه الواحد يبسطه بكلمتين بالفيديو، فانا عم اعطي رؤوس اقلام واتمنى ان يكون عم اقدر اوصل النتيجة. السلام عليكم.